ويلكم يوتيوب وفيديو جيمنج جديد. فيديو النهارده هلعب ببجي لاول مره على الموبايل. موبايل اخويا يعني هو اللي على طول بيلعب بيه، اخويا ما بيلعبش خالص على الكمبيوتر، لكن انا كنت نفسي اصور قوي، انا محترف اكتر في الكمبيوتر، لكن دي اول مره بصراحه امسك فيها موبايل والعب عليها ببجي. فيا ريت توصلوا مقطع ل 50 لايك، عايزين بقى ان شاء الله احتمال اطلع لكم الاول، يعني انا وحظي هنلعب لعبه بجد وان شاء الله نفوز. فلو انت مش مشترك في القناه قبل ما نبدا اللعب يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك الفيديوهات الجيمنج الجايه او الفيديوهات عامه الجديده. فيلا نبدا مع بعض. طبعا احنا بقى ايه، بصوا انا هقفل المايك وهقفل الساوند، هقفل كل الصوت عشان اقدر ان انا العب بذكاء وان انا اقدر ابقى محترف يعني. فان شاء الله يبقى جيم جميل واول جيم ليا بصراحه في الموبايل، فمش عارف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي صراحه معايا، هعرف اقتل واحد اصلا؟ فما نشوف. احنا هننزل بوشينكا يا شباب، يلا بينا. مش عارف هو بيتعمل باين كده. تمام. انا والتيم بتاعي نازلين بوشينكي حالا، انا معرفش والله التيم ده تي يعني سكواد عشوائي، فعادي بقى مش لازم، انا حابب العب لوحدي واجرب لوحدي يعني. او في اربعه نازلين قدامنا لو خدتوا بالكم اهو. هننزل هنا. المشكله حاسس ان انا بتحركات الموبايل مش لسه، يا لهو في اتنين، لا دي صحابي لسه مش قوي بالموبايل، لسه مش محترف لسه. فبس عامة اللي حابب يلعب معايا على الكمبيوتر يعني من غير تصوير، يعني مش مصورش احنا على الكمبيوتر. اسمي بلال طارق 11 تمام، بس انا بلعب على امين اخويا. هو انا اسمي بلال طارق 11 زي اخويا كده، ما نشوف بس نركز في اللعب. مفيش سلاح لسه، عايزين سلاح. سلاح يا بشر، افتح بقى الباب يا عم، افتح. ايوه اي كي ام، يا سلام يا سلام يا عبد سلام. نشوف كده ماشي، حلو جدا. لا 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 لا، في ضرب يا لهوي. ده 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 الحمد لله ده صح. انا مش بص، انا اصلا المشكله في الموبايل التوجيه، اقسم بالله المشكله في الموبايل التوجيه. صاحبي قاعد بيموت في الناس، هو انا مش عارف هو بيموت ايه ولا بيعمل ايه. انا رايح عند الضرب، خدت كده. لقيت واحد اهو، اضرب. وقعت واحد، عاش عاش. اول واحد اوقعه بالموبايل يا شباب. يلا بقى خد الكيل بقى، خد الكيل بقى، يلا اضرب يا ابني بقى. بص بص بص، اخيرا اول كيل يا شباب بالموبايل، انا مش مصدق بصراحه. ومعاه سكار ويطلع واي كي ام والدنيا جميله. ماشي، او انا عارف ان انا كنت ممكن اموت اصلا، بس انا الحمد لله موتت كيل اهو، خدت كيلايه جميله. ممكن يكون لعبي بطيء شوية، أنا عارف اللي هو لعبي بطيء، لكن عشان أنا أول مرة ألعب بالموبايل بصراحة، فحاجة. بس هنروح شوية كده نشوف لنا ناس تانيين، نتمشى شوية بوشينكي كده، خد لنا جولة حلوة. يا عم نوت، يا عم يا عم متوت، يا عم نوت. إيه ده؟ أخيرا أخيرا نط. انا برضك بقول الله يكون في عون الناس اللي بتلعب ببجي من الموبايل، يعني مش عارف يعني بحسها صعبه، بس ان هي بقى بالتعود. ايه ده، في ضرب فين؟ فين؟ بس
صاحبي بيموت يا جدعان ولا ايه؟ لا لا ما بيموتش. الله عليك يا صاحبي يا ابو جوجوله، انت فين يا عم؟ فين الولد؟ اهو الولد اهو يا ولد. او خدت كل حاجه يا جدعان؟ معاه معوش حاجه يا عيني الولد، معوش حاجه. واحنا كده تمام؟ اه احنا كده تمام. في نص الزون والناس كلها تجينا بقى مع بعضين. ده في واحد اهو يا جدعان ماشي اهو. والله ما عارف اضربه، ربنا الواد واقف بس مش عارف اضربه اصلا. يا لهو اموت موت يا لهو يا جدعان، انا اقسم بالله انا مش ماليش ماليش غير الكمبيوتر والله. كم واحد هيلب، كم واحد موت خلاص. يا لهو خلاص موت. انا الواد اقسم بالله دول سكواد يا جدعان والله، لو انا بالكمبيوتر كنت عملت شغل عالي. لكن هي المشكلة من الموبايل ده اول مره، والحمد لله لا موت واحد، يعني قول الحمد لله لا موت واحد. انا مش محترف اصلا بالموبايل خالص. بس كده الفيديو خلص. يا ريت لو الفيديو عجبكم، انا عارف اللي هو صغير شويه وانا يعني ما بلعبش بقوه وحماس، لان انا اول مره بجرب اللعبه على الموبايل، ببجي على الموبايل. انا من عشاق ببجي على الكمبيوتر وبلعبها بحلو يعني وباحتراف الحمد لله، واحده واحده يعني مش محترفين او متوسط. لكن لو حابين تلعبوا معايا اسمي هيبقى زلكو ناو على الشاشه، بلال طارق 11، وان شاء الله هتلاقوني على طول في وشوك اول واحد، مفيش غير ان شاء الله، عشان انا غيرت الاسم لان الناس كانت قاعده بتبحث عني كتير مفيش اي حد لاقيني. لكن الحمد لله غيرت وبحثت لقيت الدنيا تمام. فبس كده اللي حابب يلعب معايا، انا بفتح اللعبه انا على طول ابتديت الايام بالليل. انت بعت لي طلب وهتلاقيني وافقت عليه على طول. فبس كده الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ومستنيك تلعب معايا في ببجي، مستنيكوا كلكوا. فبس كده كان معكم اي بي فيديو، وسلام، مستنيينكم في الفيديوهات الجايه الجيمنج ان شاء الله. سلام.